السلام عليكم، اهلا بيكم في قناه كل شي ميكر. في الفيديو هننفذ مرايه بطريقه سهله جدا وبسيطه. لو انت اول مره بتشوفيني بتمنى تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده بتاعتي، ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك. الخامات اللي هنستخدمها انا جبتها من جروب كروشيستا، هسيب لكم لينك الجروب في صندوق الوصف وهسيب لكم في التعليقات، وهسيب لكم لينك الجروب بتاع القناه عشان اللي حابب يستفسر عن حاجه هيقدر يتواصل معايا عن طريقه. هسيبكم على الشرح. هبدا الخامات اللي انا هحتاجها تورة ومرايه مقاسهم 33 سنتي او 30 على حسب المتوفر عندك، وهحتاج خيط مكرميه قطن مجدول 3 ملي، وهحتاج مزوره عشان اقيس بيها طول الخيوط اللي انا محتاجاها. اول حاجة هبدأ اقص الوحدة. عندي محتاجة 2 خيط طولهم 75 سنتي واربع خيوط طولهم 50 سنتي، فانا هبدأ اقص الاربع خيوط 50 سنتي. تمام، بحدد كده الطول اللي انا محتاجاه كده 50، هقص اربع خيوط للوحدة طول 50 وخيطين طولهم 75 سنتي. تمام، هبدأ ان انا اوصل الخيوط بتاعتي. اول حاجة هحط خيط عادي رقم واحد من الخيوط اللي هي 50 سنتي، وهعقد بالطريقة دي. بحط الخيط بتاعي تحت الطرف واسحب الطرفين بتوعي من قلب الدايرة دي بالشكل ده. هقفل بقى العقدة. تاني خيط عندي هيبقى اللي هو طوله 75 سنتي. تمام، هعقد بنفس الطريقة اللي انا عقدت بيها اول عقدة عندي. تمام، بعد كده هعقد عقدتين من الخيط اللي هو طوله 50 سنتي. برضو هحط الخيط تحت الطرة وعقد. رابع عقدة. العقدة رقم 5 هتكون طولها 75 سنتي. تمام، يعني انا بعقد تاني وخامس عقدة اللي هما طولهم 75 سنتي. هنعرف ليه بعقدهم كده الخطوة اللي لما نيجي نشتغل، يعني هنعرف ليه انا بعقد خيط 75 وخيط 50، عشان ما نهدرش اولا خيط، وعشان العقدة اللي احنا هنشتغلها فيها عقدة مزدوجة وعقدة غرزة التوت، فغرزة التوت بنحتاج لها خيط اطول طبعا. تمام، اخر عقدة معايا اللي هي رقم 6. الواحدة عندي مكونة من 6 عقد، دي العقدة السادسة هتكون العادي اللي هي طولها 50 سنتي. تمام كده عقدت اول واحدة عندي. لو هتتلخبطي اشتغلي عقدة عقدة، وده طبعا بنصح بيه اي حد مبتدئ ان هو يشتغل عقدة عقدة، واحدة واحدة سوري. يعني عقدنا كده اول واحدة عندي هنشتغلها. هقسم الخيوط بتاعتي 3 عقد و3 عقد. تمام، بعد ما قسمت كده اول 3 عقد عندي هبدا ان انا اشتغل بيهم عقده مزدوجه. هاخد كده اول طرف عندي اللي هو ده، الخيط ده ثابت معايا وبشتغل بالخيوط اللي انا بمر عليها من تحت. هاخد طبعا كل خيط بترتيبه عشان ما ضيعش العقد بتاعتي اللي انا عملتها. طبعا انا مركبه اللي هو 75، انا عايزه كل فتله تكون بترتيبها، مش عايزه ان انا مثلا اسيب دي واخد دي، اللي هو ما تتلخبطيش، يبقى خلي بالك ان انت واخده الخيط اللي صح. فكده انا عندي دي تاني خيط عندي في اول عقده، هشتغل عقده مزدوجه. واحد، العقده المزدوجه بنعمل فور، بسحب الطرف بتاعها من قلب الفور من تحت الخيط الثابت معايا. تاني عقدة، كل خيط بشتغل بيه عقدتين من دول اللي هما العقدة المزدوجة، هي بتبقى مكونة من عقدتين. ده تالت خيط عليه الدور، برضو بشتغل بيه بعمل فور فوق الخيط اللي ثابت معايا وبسحب طرفه من قلب الفور من تحت الخيط بتاعي. كده عملت تاني عقدة مزدوجة. كمان مرة
تمام. الخيط اللي عليه الدور عندي هنعمل برضو فور، واسحب الطرف بتاعي من تحت الخيط اللي ثابت معايا من قلب الفور اللي احنا عملناها، وهنخلي كل خيط بطوله، يعني مش هشد الفوق كده خالص، لا طبعا هنريح الخيط عشان ياخد الكيرف بتاعي اللي انا عايزة اخده. تمام، فهنخلي كل خيط عندي مرتاح كده مش مشدود لفوق، اللي هو بتاع ايدي العقدة لغاية ما طولها بياخدها بس كده. كمان عقدة، وصلت لتالت عقدة عندي، برضو هشتغل بكل خيط عليه الدور. عقدة مزدوجة، واحد، اتنين، اخر خيط عندي في النص الاولاني، واحد، اتنين. خلصت كده اول جنب عندي، هروح على الجنب التاني وهزبط برضو الخيوط بتاعتي، وهشتغل من الطرف ده كده. الخيط ده ثابت معايا، وبشتغل بالخيوط اللي انا بمر عليها، باخد كل خيط بترتيبه. اول خيط عندي هعمل فور، واسحب طرف الخيط من تحت الخيط اللي ثابت معايا من قلب الفور للاخر بالشكل ده. اول عقدة، تاني مرة الخيط اللي عليه الدور، واحد، اتنين، اكمل كل خيط عليه الدور بشتغل بيه عقدتين مزدوجة، واحد، اتنين، تالت عقدة معي، واحد، اتنين، بعد ما خلصت الجنب ده هاخد طبعا الخيط ده وهشتغل بيه اتنين عقدة مزدوجة عشان امسك الوحدة بتاعتي ببعضها. تمام، خلصت كده، برجع بقى الخيوط بتاعتي بتاعت اول جنب هبدأ اشتغل بيه، برضه هاخد اول خيط عندي وهبدأ ان انا اشتغل بيه عقدة مزدوجة. الخيط ده ثابت معايا، وبشتغل بالخيوط اللي انا بمر عليها، نفس الشغل اللي احنا اشتغلناه بالظبط. كل خيط عندي هشتغل بيه عقدة مزدوجة، واحد، اتنين، واحد، اتنين، واحد، اتنين. شايفين الخيوط اللي هي قصيرة؟ مش هشتغل بيها تاني خلاص، انا هشتغل بس بالخيوط الكبيرة اللي هي بتاعت اول عقدتين، لكن الخيوط الصغيرة انا مش هشتغل بيها، عشان كده قصتها بالطول ده، لان مش محتاجاها غير في الشراشيب خلاص عشان ما هقدرش فيها طبعا. تمام، اخر خيط عندي في الجزء الاولاني، هروح على الجنب التاني برضو، انزل الخيوط بتاعتي واخد اول طرف واشتغل بالخيوط اللي انا بمر عليها وهو ثابت معايا مش بشتغل بيه، واحد، اتنين، واحد، اتنين، تاني اكرر، هنا بقى في الخطوة دي واحنا شغالين طبعا ضروري ان انا اسحب العقدة لفوق خالص، مريحهاش، لو ريحناها تعمل فتح ما بين الصف ده والصف ده وبيبقى شكلها وحش جدا، ودي غلطة بتقع فيها المبتدئين. فانت خلي بالك السطر التاني، بصوا انا بسحب العقدة للاخر خالص عشان يبقى الفينش بتاعي شكله حلو ومظبوط، ويبقى زي اي فنانة كبيرة بتشتغل. تمام، خلصنا كده اول وحدة، لو طلع معاكي بالشكل ده يبقى انت كده اشتغلتي تمام مظبوط. هكمل كام واحدة كده وارجع لكم، هنشتغل بنفس الطريقة، كل واحدة ست عقد، وزي ما رتبنا بالظبط اللضم بتاعنا هنلضم نفس الخيوط بتاعتنا بنفس الطريقة، وارجع لكم عشان نشوف الخطوة اللي بعد كده. اشتغلت كده اربع وحدات، وقبل ما اكمل بقى الشغل خالص هشتغل معاكم الخطوة اللي بعد كده، وبعد كده اكملها وارجع لكم عشان نشوف الخطوة اللي بعد كده. خطوة بقى اللي عليها الدور، شايفين الخيطين بتوع اخر اول الوحدة واخر الوحدة، يعني دي كده وحدة ودي وحدة، اول خيطين فيها واخر خيطين فيها اللي هم الطوال اللي هم 75 هيبقوا جنب بعض بالشكل ده. هبدأ ان انا اشتغل بيهم عقدة التوت. تمام، بثبت الطرفين بتوعي اللي في النص بالشكل ده، وبشتغل عقدة مربعة
على الختين دول. طبعا عقدة التوت كتير اللي متابعني اشتغلناها كتير جدا، بس هشرحها برضو بالتفصيل. بعد ما عملت الفور على الختين بتوعي هاخد الطرف الرابع وهيبقى كده فوق الفور عندي، واسحبه من تحت الختين من قلب الفور دي. هرفع كده الخيوط بتاعتي واسحب الطرف اللي انا جبته من هنا بالشكل ده زي ما هو واضح كده. بعد ما عملت كده هسحب بقى العقدة بتاعتي لفوق بالشكل ده. تمام كده اشتغلت اول عقدة مربعة. هكرر العقدة التانية، هتكون الفور من الناحية اليمين، احنا بدأنا من الشمال هتبقى من الناحية اليمين، واخد الطرف ده برضو هسحبه من تحت الطرفين اللي في النص عندي من قلب الفور بالشكل ده. تمام كده دي تاني عقدة. عقدة التوت بقى تقدري تعمليها من 4 عقد من 5 عقد براحتك. العقدة رقم 3 هعملها من الناحية الشمال بنفس الطريقة. العقدة رقم 4 ودي اخر عقدة عندي هعملها من ناحية اليمين. خلصت كده ال4 عقد بتوع غرزة التوت عندي. لو هتعرفي تسحبي الخيوط بايدك، انا بقلب غرزة التوت بالشكل ده وبسحب الخيطين بتوعي من قلب الخيوط بتاعتها من النص هنا. طبعا احنا سايبين طرفين في النص، فهم دول اللي انا بسحب منهم الخيطين بتوعهم. بفضل طبعا ان انا اسحبهم بابرة المكرمية. تمام اي ابرة رقم 5 6 اي ابرة هتخش في الفراغ بتاعك بندخلها ونسحب بيها الخيوط، اسهل طبعا طريقة بدل ما تقعدي تدخلي بايدك. واسحب بقى الخيطين بتوعي بالشكل ده، هشد كده الخيوط كويس. تمام بعد ما شديت وغرزة التوت ظهرت لي، هاخد الطرفين بتوعي دول واشتغل بيهم عقدة مربعة على الطرفين برضو اللي تحت بالطريقة دي. هسحب العقدة بتاعتي وانا بسحب اظبط عقدة التوت بالشكل ده. تمام ده شكلها، طريقة سهلة جدا وبسيطة. شايفين طلعت معاكي بالشكل ده فهي مظبوطة. لو طلعت العقدة بتاعتك اللي انت عقدتيها فوق، فهتنزلي الطرفين من ورا كده وتسحبي اكتر وتروحي شدة الطرفين دول، هتظبطيها وهتطلع مظبوطة معاكي. تمام انا هكمل بقى باقي الفريم بتاعي وارجع لكم. خلصت كده اشتغلت على الفريم كله بنفس الغرزة. الخطوة اللي بعد كده هي ان انا هسرح الشراشيب بتاعتي. هقول لكم على تركية كده سهلة في ان احنا ازاي نسرح الخيط المجدول. هنفك كده الخيط من بعضه بالشكل ده، نمسك كل خيط ونفكه بالطريقة دي. ده هيسهل معاكي ان انت تسرحيه بسهولة جدا. تمام بس كده هتفكي كل فتلة مجدولة، نحلها من بعض كده ونسرح بس بالفرشة بتاعت القطة اللي احنا بنستخدمها على طول. انا هسرح الشراشيب وبعد كده هكويها واثبتها بالغيرة واثبت المراية. طبعا الجزء ده احنا عملناه في المراية اللي قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف عشان اللي ما شافهاش يشوف الطريقة بتاعت تثبيت المراية. تمام انا هخلص بقى الخطوة اللي بعد كده وهرجع لكم. خلصت وده شكل المراية النهائي. بفكرك لو كنت اول مره بتشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده بتاعتي.